عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني من المنظور الاجتماعي. شملت الجلسة عددا من القضايا، من أهمها الحفاظ على الهوية المصرية وتجديد الخطاب الديني ومحاربة العنف والتطرف ومواجهة الظواهر الاجتماعية الغريبة على المجتمع المصري. احنا النهارده كنا بنتكلم في مسارين، المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. يمكن المحور المجتمعي ضم يعني محاور كانت غنيه وثريه جدا جدا داخل الصالون لمن تابع هذا الصالون، واتمنى كمان اللي ما تابعش يرجع تاني يشوفه على صفحه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اتكلمنا ازاي ان احنا محتاجين تجديد فكر، مش بس تجديد خطاب ديني، لا احنا محتاجين تجديد فكر للمجتمع ككل، محتاجين في قصور الثقافه ازاي ان هي تبقى منوره ومنبر مره اخرى كمان انه يجمع المصريين مرة تانية. الحوار الوطني هو لحظة تاريخية استثنائية في تاريخ الحياة السياسية المصرية. كل اللي بيتكلم عن الديمقراطية أو تنمية الحياة السياسية في مصر، الديمقراطية ليست فقط صندوق الانتخاب، ولكن الديمقراطية هي ما يحدث بعده وما يحدث قبله. احنا النهارده بنشوف الترجمه الحقيقيه لمشاركه الشعب ونخبه المجتمع والمتخصصين في صناعه القرار الوطني وصناعه القرار التنفيذي في البلد. المحور المجتمعي ده فيه عده مجالات. انا كنت بتكلم عن ملف الصحه النفسيه، لان احنا هنا في التنسيقيه عاملين من ضمن الاستراتيجيه الاهتمام بالصحه النفسيه لسنه 2023، ففي لجنه هي قاعده بتدرس المشاكل وبتحط لها حلول، الحلول دي في جزء منها تنفيذي وفي جزء منها تشريعي.